ناصر، بداية بدي أعرف منك شو صاير معك؟ اسمي ناصر عياد الناصر، قرية صبيحية، مواليد 97، اللقب أبو عبد الله، تابع مدينة الميلان. التقيت بشخص اسمه أبو عمر، اسمه أحمد ذيب، كان أمني تنظيم داعش. منين بتعرفه أنت لأبو عمر؟ التقيت فيه بقرية الحريجي بدير الزور إمتى؟ بال2016. نعم. التقيت فيه، كان هو عنصر داعش في تل حبيس، وبعدين بالهول، بعدين بالشدادي، وآخر شيء كان بده يشيش أبو حامضة. وانت ليش التقيت فيه؟ انت كنت بداعش قبل؟ لا، احنا كنا ساكنين قاعد منطقة داعش، مناطق داعش، والتقينا فيه. اوكي، بعد الشيشة وين راح هو؟ بعد الشيشة طلع على جرابلس، من جرابلس عبر على تركيا. نعم. هلا هو الآن بتركيا مقيم. هو وين قاعد هيدا ابو عمر مقيم بتركيا؟ حاليا بباطمان بتركيا. باطمان. باطمان بتركيا. اسمه الحقيقي احمد الديب. احمد الذيب. طيب، وصل على تركيا هو، كيف رجع تواصل معك؟ تواصل معي عن طريق واحد من أصدقائي. شو بعت لك بالضبط؟ شو بعت هذا الصديق؟ شو اسمه هذا الصديق؟ اسمه محمد. محمد شو؟ محمد زيدان. محمد زيدان. محمد زيدان شو نقل لك من عند أبو عمر؟ هو عن طريق بتاعت أنا تواصلت مع أبو عمر، رجعنا تواصلت معه مرة ثانية. تواصلت معه يعني على التليفون؟ على التليفون. إيه؟ رجعت تواصلت مع أبو عمر مرة ثانية وعرفني على حاله. وهو هلأ أبو عمر بعده بداعش ولا مع مين بيشتغل؟ لا، هلأ الآن هو يشتغل صالح استخبارات تركية. مين قال لك انه استخبارات تركية؟ هو قال لي، هو شرح الموضوع. بدي تخبرني شو شرح لك بالضبط؟ هو بداية الأمر قال، هو كان يقول لي أنا كنت بداعش، وأنا أعرف إنه كان بداعش يعني، والتقينا فيها قبل مرة. بعد ما اشتغلنا أول مرة، أساس بداية الشغل كان لداعش. بعدين قال لي ترى الشغل اللي صار استخبارات تركية، وهم جاي يمولونا بالأموال يعني. ما قال لك هو مع مين عم يتواصل بالمخابرات التركية؟ ما أعرف مع مين كان يتواصل مع استخبارات تركية، بس ذكر لي مرة إنه في شخص اسمه أبو عبد الله. تركي؟ موجود ايضا، هو معه بالغرفه هناك، بغرفه العمليات راكي. عندهم غرفة عمليات فوق؟ اي، في غرفه عمليات هم يجتمعون فيها. مين ومين؟ في ابو عمر يذهب على الغرفه، في ابو عبد الله ذكر لي مرة انه هذا هو المسؤول عنه ايضا. هذا سوري ولا تركي؟ سوري ايضا. ايه، ومن جهة الاتراك؟ في واحد اسمه النقيب زاد. اوكي. ايضا موجود معهم يعني، هذا هو اللي مولهم وكان بالاموال. بس غرفة عمليات يعني ما بين الاتراك وما بين الدواعش؟ اي، ما بين العناصر دول يقوموا بالاعمال التخريبيه، هم يمولون بالاموال. اتراك عادي، هم يعني يقوموا بتجنيد اشخاص في المنطقه، وبعد ما يقوموا بتجنيد اشخاص في المنطقه نقوم احنا باعمال التنفيذ، تصور الفيديو، وتصور الفيديو برمز، تاكدوا انه هذا الفيديو لهم، هم بعدين بيصرفوا مال على قيمه العمل. شو طلب منك؟ طلب مني استهداف محطات النفط والابار وصهاريج نقل البترول، وطلب مني استهداف ايضا قيادات قوات سوريا الديمقراطيه العربيه والكرديه. طيب، بدايه كيف انت كنت رح تستهدفهم؟ هل انت كنت رح تراقب وتخطط وهيك، ولا هو كان رح يقول لك مثلا نفذ؟ بدنا نعرف كيف كنت رح تستهدفهم. عن طريق الدراسات اللي بعثوا لي اياها. هن بيبعثوا لك دراسات؟ دراسات. كيف كانوا يبعثوا لك اياها؟ عن طريق اشخاص بالمنطقه موجودين هنا ايضا يعملون صالحهم، هم يبعثون الدراسات. وانا مهمتي اني استهدفهم عن طريق الاسلحه اللي هي الرشاش، مسدس كاتم، او عن طريق العبوات الناسفه. مين ان اللي كانوا بدهم اياكم تغتالون؟ كانوا عرب واكراد قياديين. اعطيني اسماء مين؟ كان مثل في واحد اسمه صالح، هو من معبدي. في شخص ثاني كان اسمه ابو جوزي، هذا من حوالي الجواديه ايضا كان. وكان في واحد اسمه عدنان ايضا القحطانيه، من بين الاشخاص اللي طلب مني اشتغل عليهم. هول وين ساكنين يعني؟ بالمنطقة عندكم هون؟ ايه، بالمنطقة. هو بعث لي صور عن طريق اشخاص يعني، هم جابوا له صورهم. جابوا لكم صورهم و ايه، اشخاص موجودين بالمنطقة. ما قتلت حدا؟ لا ابدا، ما نفذت اي عمل. ليه؟ ما كان بدي اقوم بهالاعمال يعني، ما صار مجال. يعني لو صار مجال كنت عملتها؟ والله ما بعرف. طيب، هيدي الاسلحة مين كان يأمن لك اياها؟ كانوا في بعض منهم يرموا لي بعض المكانات انا اروح اشيلهم، في منهم كان تسليم باليد، رموا لي اللغم بداية. ايه نعم. رموا لي، فاتصل يا ابو عمر قال لي لغم مرمي مثل بالمكان في على طريق قريفاتي، تروح تشيله. فرحت انا شلت اللغم. طيب، انا بفهم انه انت ممكن تكون بتعرف تستخدم الكلاشن والمسدس، هاي منطقه عشائريه وهي بيتعلم الواحد وهو صغير، كيف بتعرف تحط لغم وتشغله؟ هو كان يشرح لي طريقه تشغيل اللغم. منك مدرب من لا قبل؟ لا، ما سويت دوره ابدا، بس هو كان يشرح لي يعني، بعث لي فيديو مره، بعث لي فيديو لطريقه تشغيل عبوات، ومره اللغم، بعث لي له صوره ويلو كبسه، قال بس تكبس الكبسه والحال يشتغل. يعني جنب وصوري هذا الصور بخيرك، يعني ادبتك معي بس ايش تسوي؟ طب هن شو اللي كان هدفهم من كل هالشيء؟ هو كان هدفهم بس تخريب المنطقه. هيك قالوا لك بس هدفنا بس تخريب؟ بس ما كان اي هدف لهم. وانت شو نفذت من اللي قالوا لك يا تعمله؟ حرقت بير
تبع نفط. وين؟ مدينة طابع لرميلان، حقول رميلان. وعندنا أعمال فجر صهريج. وين؟ على طريق البترول. شو كمان؟ بعد فجر صهريج قمت بتجنيد أشخاص. جندته ل... لا جاسم جندته. هلأ لإلك جاسم. جاسم كيف خليت ابن 24 سنة يجندك وأنت كنت موظف بشركة بترول، يعني موظف وإلك قيمتك بشركة البترول؟ أنا السيد جاسم محمد هجيج من قرية الشلال منطقة الهول، مواليد 90. أنا معلم لحيم كهرباء، أشتغل في حقول البترول موظف. فجيت أنا منطقة رميلان حتى أشتغل، فيجيبون عمال يشتغلوا على يدينا، فصارت تعارفون على السيد ناصر. قام حكى معي ناصر ونقول تشتغل، قلت له شغل شو يعني؟ متعهدية في شغل لحام ما لحام كذا؟ قال لا، في شغل ما ينحكى على التليفون، إذا في عندك نت افتح نت وتواصل على النت على الواتساب. قلت له تمام، راح نتواصل على الواتساب. ايش الشغل اخوي اللي عندك الشغل؟ قال والله شغل تفجير، هني يحطوك اغراض في مكان معين، منطقتي بعرفها، رموها في مكان معين، منطقه اسمها دعيبيل على طريق الشدادي الحداديه. اوكي. رحت انا بهذاك الوقت في 30/10/2020 يوم الجمعه، رحت لهذيك المنطقه، نشلت الاغراض وغصات المداهمه. قام ناصر يتصل علي بالتليفون، فهون انا فتحت له خط، قال خيو افتح نيت الاغراض صاروا عندك. قلت له عندي. قال هلا ببعث لك فيديو من عنده المفصل كيف تشتغلون. ضحك واضح وسهل جدا. اول شيء جيب الانتينات، اهم شيء لا تضيعون الانتينات، ديروا بالكم على الانتينات، تمام؟ تحط كل انتين بمكانه وتشدوا بطر نفيس، تمام غالي؟ طبعا كل رقم جهاز مبين على عبوته، انتبه على السالفه. تفتح به غطا بالعبوه صغير، تفتح الامان تبع العبوه، تمام؟ يشتغل ضوء المستقبل. ترجع على الجهاز، من جوا الجهاز به كبسه امان، زاد تفتح يشتغل ضوء المرسل. والمفجر موجود مكتوب عليه اضغط هنا بالنص. ما بدها شيء، سهله ولذيذه وخفيفه. تمام غالي، بس تاكدوا من البطاريات والتغذيه.